محمد السادس نصر الله بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب المغربي قاطبة بالرفاه والازدهار وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالأمن والأمان والسلام ووحدة الصف. مناسبة دينية معطرة بالنفحات الربانية الزكية يخرج فيها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في موكب رسمي هنا من القصر الملكي بالدار البيضاء في اتجاه المسجد المحمدي بحي الأحباس لأداء صلاة عيد الفطر السعيد. موكب رسمي يرمز لتقاليد عريقة متأصلة نابعة من تاريخ مجيد لحضارة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ ومملكة عريقة بتقاليدها وعاداتها ظلت محافظة عليها على مر التاريخ والأزمنة منفتحة على الحداثة والعصرنة في كنف ملوك الدولة العلوية الشريفة. موكب ملكي بهيج وسط أجواء تغمرها مشاعر الحب والولاء والوفاء الصادق المنبعثة من الجموع الغفيرة للمواطنين والمواطنات الذين يباركون للعاهل الكريم حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة. مناسبة يذكر الله فيها بذكر واحد الله أكبر الله أكبر وتستشعر فيها الأفئدة روابط الأخوة والتضامن والتماسك الصادق الذي تجمع بين أفراد المجتمع وتوحد بينهم تحت راية واحدة هي راية الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح. وسيرا على نهج أسلافه المنعمين واقتداء بسنة نبينا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام يؤدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شعيرة من شعائر ديننا الحنيف صلاة عيد الفطر السعيد بعد أن من الله علينا بإتمام الصيام والقيام في شهر المغفرة والأجر والثواب شهر رمضان الكريم. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي من الله بها على هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس في صلاة العيد ذكر واحد وشعور بالانتماء لرابطة واحدة وشعار واحد شعار التوحيد لله عز وجل. وأيام عيد الفطر السعيد هي أيام فرح وسرور وبهجة وإعلان الخير وإفشاء السلام ويوم جوائز البر والإكرام بعد شهر من الصيام. فيوم العيد هو يوم عظيم وكريم. الحمد لله الذي يسر لنا إتمام الصيام والقيام وهدانا للإسلام بين الأنام وتفضل علينا بالخير والإنعام. ونشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام ونحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة وما أنزل علينا من الرحمة والسكينة والعافية والطمأنينة والأمن والأمان بكنف قيادة حكيمة رشيدة متبصرة هي في مقام الإمامة العظمى الصاهر الأمين على حراسة شؤون الدين والدنيا وبفضل الرؤية الملكية السديدة المتبصرة من أجل تحقيق التنمية والنهضة والتطور قطعت بلادنا أشواطا هامة على درب التقدم والازدهار في مسيرة تنموية منسجمة متناغمة تحقق النهضة الشاملة وتستفيد من ثمارها كل شرائح المجتمع المغربي. من هذا الفضاء التاريخي بحي الأحباس المسجد المحمدي بالدار البيضاء
ينبعث عمق التاريخ حيث نسجت ونسجت ملاحم عديدة من النضال والوفاء بين العرش والشعب من أجل التحرر والاستقلال والسير قدما لبناء مغرب الرفاه والازدهار والحرية والكرامة. عرش مجيد يجسد إمارة المؤمنين ويجسد السيادة الوطنية ويعبر بصدق عن إرادة الأمة وينطق بلسانها ويرمز إلى عزتها وعظمتها. عرش متفاعل متطلع متجاوب مع مطامح وتطلعات الأمة المغربية ومؤثر في أحداث التاريخ وتطوراتها. الله أكبر. 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 الله أكبر.